وجه وصاحبة كلمة غنية عن التعريف، الشاعرة سهام الشعشاء. أهلا وسهلا فيك على الهواء راديو الرابعة. يا أهلا وسهلا فيك. شو حلو لما بيكون واحد جاي من الراديو وعم يقدم للتلفزيون، بضل نكهة الراديو طالعة بصوته. لا بس أنا عندي للراديو، للسوشيال ميديا تبع الراديو، يعني مش للتي في. يعني شو كان إن الصوت اللي المذيع اللي جاي من الراديو إلى نكهة، بيصور الكلمة، بقولهم أنا إذا واحد ما تدرج ومشي صح بالراديو مستحيل يكون مذيع تلفزيون شاطر. هيدي شادي بعتس فيها يعني. لا فرخ البط ولا خلي لي هيك خلي لي هيك. ستنا انت مكرم اليوم. ايه فمن قال لك الف مبروك على التكريم، بتستاهلي كل التكريمات. بعتقد مكرمينك عن 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 مسيره مش عن عمل معين. لا عن مجمل الاعمال الشعريه. نعم بتستاهل. الله يخليك تسلم لي. تعني لك التكريمات يعني انا لانه من وراء تغطياتي للمهرجانات التكريم بلاقي نوعين من الفنانين او من المبدعين، هو بيقول بيعني لي كثير وبحفزني وكذا، نوع ثاني بيقول بقول لهم شكرا بس انه ما كثير بشتغل، يعني ما كثير بيعني لي الموضوع او ما كثير بشتغل كرمال اتكرم. هلا ما بتشتغل كرمال تتكرم بس ولا مره بيكون تكريم إلا هيك مثل جائزة طردي إذا بدك، وحدا شايف شغلك وحدا لفته اللي عم تعمله. لا أنا بنبسط، حس حالي مثل يعني هيك حدا قدر قطف شي حلو، معناها أنه أنت قدرت وصلت كلمتك، لمست قلوب الآخرين. مش بسهولة، مش أي حدا بيتكرم ولا أي حدا بيجوا بيختاروا ليقولوا له والله شكرا أنت مكرم. يعني لا بنبسط أكيد، لأنه بحس أنه في حدا هيك عم بيقلك أنه أنت أعمالك عم توصلنا، عم تلمسنا إلى وقعة إلى حضورة. حلو. طيب لو كان لسهام الشعشاع اليوم أن تعطي أو تهدي جائزة تكريم لشاعر راحل، مين تعطيها؟ أنا من مدرسة نزار قباني، والكل بيعرف هيدا الشيء. نزار قباني بالنسبة لي يعني حدا بيشبه يومياتنا، بيشبه مفردات الحياة. التقط كل شيء، التقط كل شيء وعمله شعر. يعني ما في شيء بيخطر عبالك نزار قباني ما قدر جابه ووظفه بالنص. طب لو بدك تعطيها لشاعر أو شاعرة موجودين اليوم وقد يكون منافس مثلاً أو قد يكون بنفس الفيلد، لمين تعطيها؟ للأمانة في شعر كتير، بس أنا بحب الصديق الشاعر شوقي بزيع. بحس من الأسماء الشعرية الحاضرة طبعاً، يلي إلى وقعة وإلى مكانتها وإلى طبعاً رمزيتها أكيد طبعاً. ونحن معنيين فيه بالجبل يعني أكيد، بشكل أو بآخر. كأنما جبل الباروك. كأنما جبل الباروك. طيب أنا لخبركم شغلك، كل ما شوف أو التقي أو على السوشيال ميديا شوف سهام الشعشاع أو حدا يقول لي سهام الشعشاع، أول شيء بيجي على راسي دغري ببلش وبصير وبصير مثل مطرحي وبدو مثل الفراش الحيني عنه، وبصير مثل العاشق المهجور جاي حبيبه بعد غيبي يزور، وبصير قطف من حنيني زهور رشرش عدربك شي ورد شي فل يعني شو يعني. بحب لما بتمرق قبالي تسلم علي تبوسني وتفل وتضل وتضل صبديك تضل خلاص ولو مش بيقدر يفل بعد هيدا الحكي تغيرت المقاييس. طيب أنا جبت هيدي السيرة لأسألك سؤال محدد. هيدي الأغنية اللي عملت مش إنه نجاح، عملت اكتساح وصارت بصمة بحياة أصالة حتى، يعني اسمحوا لي الكل القصة، بدي أعرف أنت اللي كتبتيها كيف تنظري لها؟ أكيد يعني ما فيني أقول لك إنه كل نصوصي ولادي وكل نصوصي بحبهم نفسي. لا 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 لأنه أنا مرات بحس في نصوص يعني إذا فعلا ولادي بدي أتبرى منهم. يعني في قصص ما يعني، بس هاي الأغنية تحديدا حالة فرح دائمة متجددة حسستني فعلا إني مثل الفراشي في حقل الكلام على ورد الكلام. فيعني هيك بساطتها تلقائيتها، بتقدر تعبر فيها لحبيبك لابنك لشخص بتحبه أيا كان هذا الشخص، بتحس يسمحوا لي الكل ممكن تنقله. شو الغنية اللي كتبتيها وحسيت انه شعريا كتير حلوة بس ما اخذت حقك اغنية؟ لك هالحكي هلا بلا هالورطة. ما اخذت حقك اغنية يعني انظلمت يمكن بالتسويق، يمكن انظلمت بالتسويق، يمكن اغنية هند البحرينية موعد عمر. كل ما سمعت دعسة حدا تفكر بوعدي وفيت، الدنيا اجت عامة وعدة وانت بعد ما جيت. من ألحان أولى سعد نخلي. بس فعلا ما أخذت حظها هاي الأغنية مثل ما لازم. مين الملحن اللي عبالك لحن لك قصيدة؟ يعني كل الملحنين تعاملت معهم،
وكل الملحنين حسي انه هيك ظلمت شي حدا يعني. نتائج حلوه انا وياهم ما بزهني حدا بتصدق. ما بزهني حدا. مؤخرا سمعنا تعاون مع زياد برجي باغنيه للنجمه شابه انجي كمان, وكمان عملت نجاح حلو كتير. كتير انجي عامله جو كتير حلو, وزياد عمل لها هيك اغنيه فرحه وتشبهها رقيقه بالضبط. وعنا كان تجربة تانية اللي هي أغنية رح انسحب مع سليم سلامي, كمان نزلت بعد أغنية أوعى تزعل, وكمان حلوة وكانت إذا بدك تحدي لأنجي إنه بعمرها تقدم هذا النوع من الأغاني وهذا النوع من الرسائل الفنية. أنا شفته كتير كبير. شفنا يعني تعاونين يعني ورا بعض مع أنجي, نعتبره تبني شعري. أربعة في قبل كمان بيروت, في قبل أغنية بيروت, وفي قبل وبعدين هلا عملنا شيء, وهلا حننفذ اغنيه جديده كمان الخامسه. انه طيب لا لا تبني شعري فني. لا انا 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 من الناس اللي بحس انه ما احوجنا للاصوات الجديده اللي لها هيك وقع ولها حضورها. وانجي اكيد عدا عن كونها بنت سلفي ومن عظام الرقبه يعني معنيه فيها استاذ وصال حبيب القلب معنيه فيها بشكل مباشر, بس هي حقيقه حدا نشيط صوت حلو, البنت واعية ناضجة مثقفة فاهمة انه عندها موهبة, هاي الموهبة رسالة من خلالها لازم توصل شيء له حيثيته مش اي كلام ويلا عليهم السلام. طيب غير اللي عم يتحضر مع انجي هلا, هذا اخر سؤال تقريبا فينا, شو في جديد؟ ايه بعطيني سكوب معلش بقى. اذا انا ما اعطيتيني سكوب ايه وشيني على المايك. اليسا اليسا اوكي شو عم نحضر هلا للملحن رح تسمع ورح تسمع قرب يعني ولا ابدا ولا ابدا ولا انه خلص مع اليسا قريب. مع اليسا ايه عم نحضر هلا ويعني بلشنا فتنا بالجد وان شاء الله قريبا تسمعوها. جميل جدا. اخر كلمه منك لكل متابعي مستمعي راديو الرابعه, وكمان بمناسبه عام 50 اللي بعدنا عم نحتفل فيه واللي مش من زمان احتفلنا باليوم الوطني, شو بتحب تقول للامارات انت المقيمه بالامارات واللي موجوده هون على طول؟ اول شيء راديو الرابعه انا بحس انه كل العاملين فيه هن اصدقاء لي, وانا يعني معنيه بالتعاطي معهم بشكل كتير انيق لانه هن ناس بيعرفوا كيف يقدروا الانسان اللي عنده شيء. هيدا من جهه, فبقول لهم انه يعني انا بحس حالي انه منكن وفيكن. للإمارات تعرف أنه أنا بحس أنه هذا مبدأ الوطن البديل, لأنه من اكتشفت أنه الأوطان منا جغرافيا, الأوطان هي الأمن والاستقرار والأمان والطمأنينة اللي بتحسن. هودي حسيناهم بالإمارات, بقول عيدك الخمسون, عيدك الخمسون يا دار الأصالة, قال في القاموس لا للاستحالة, كل ما أرجوه من ربي تعالى أن تظلي دائما في خير حالة. شكرا زيام شاشع, شكرا نورتينا. الله يسعدك فيك.